ارتفعت أعداد الشهداء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب إلى 18 شهيد مدني وعشرات الجرحى نتيجة استمرار الاشتباكات بين قوات الوحدات الكردية وبعض الفصائل المسلحة. وذكرت المصادر الميدانية أن وتيرة الاشتباكات ارتفعت في الأسبوعين الماضيين بين الفصائل المذكورة على خلفية إغلاق الوحدات الكردية لطريق الكاستيلو الاستراتيجي ونشر القناصة على أطرافه بهدف عزل الفصائل المقاتلة عن ريف حلب الشمالي المحرر. نتابع التقرير ونعود للنقاش. طلع خلي يشوفوا العالم كله، الشعب السوري طلع، ايش في عندنا هون؟ بيت الله، بيت الله، هذا بيت الله، لوين رايحين؟ لوين رايحين يا بشر؟ إلى أي ضفة نحن متجهون؟ كان سؤالا صعبا بدت الإجابة عنه أصعب في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، فجميع الدروب والاتجاهات ما عادت سالكة هناك بسبب القصف المستمر وازدياد الضحايا وانتشار الخراب. قبل أن يسمع ردودا واضحة على أسئلته، يودع هذا الشاب وأقرانه من المدنيين في حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية بحلب، 18 شهيدا قضوا نتيجة قصف متبادل بين الوحدات الكردية المتمركزة داخل الحي مع فصائل تابعة للمعارضة المسلحة. تحدثت المصادر الميدانية عن دمار لحق بالعديد من الأبنية السكنية المملوكة أصلا من قبل سكان لا علاقة لهم بما يجري، وفيما جرى هناك روايتان متناقضتان. الأولى وعلى لسان الوحدات الكردية فهي تتهم الفصائل المقاتلة بمحاولة اقتحام حي الشيخ مقصود لإحكام السيطرة عليه ومن ثم توسيع نفوذهم داخل مدينة حلب. ترد الفصائل برواية أخرى فتقول إن الوحدات الكردية هي من افتعلت المشاكل وبادرت بإغلاق طريق الكاستيلو الاستراتيجي ونشرت قناصاتها على أطرافه وأسطح المباني المرتفعة لتعزل بذلك الفصائل جغرافيا وعسكريا في المناطق المحررة داخل حلب عن المناطق المحررة في ريفها الشمالي. وبهاتين الروايتين المتضاربتين في المعلومات يدلي كل طرف بدلوه، لكن ذلك لا يخفي ثوابت بعينها أن الخرق يضرب في صميم الهدنة الدولية الموقعة، وأن وحدات الحماية منعت المدنيين من النزوح وفق شهود عيان، وأن ثابتا أخيرا لا يمكن تجاهله والتعامي عنه 18 شهيدا مدنيا قتلوا دون ذنب. ينضم إلي حسن النيفي كاتب ومحلل سياسي من غازي عنتاب عبر الأقمار الصناعية، وجيان عمر المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا من برلين. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أعتقد بأنه لديكم المعلومات الكاملة عما يجري، يعني فضلنا عدم أخذ نشطاء من هناك لأنه الروايات إلى الآن متضاربة بهذا الخصوص، لا يوجد شيء مؤكد عن من بدأ وافتعل هذه الاشتباكات. ولكن سأبدأ معك سيد جيان عمر بالبداية، الرواية من جانبك، تفضل. يعني مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، والرحمة لأرواح الشهداء الضحايا المدنيين والشفاء للجرحى في مصيبتهم هذه في حي الشيخ مقصود وأيضا في جميع عموم سوريا. حقيقة ما يجري هناك هو انتهاك صارخ للهدنة الموقعة والتي ترعاها الدول الكبرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ومع حتى اليوم لم نسمع منهما أي شيء. فهل هم راضون عن هذه الهدنة التي يتم اختراقها سواء أيا كان المسبب؟ لا نسمع أي رد من طرف الدول الراعية لهذه الهدنة، وهذا شيء يندى له جبين الإنسانية حقيقة. الأمر الآخر هو أن حقيقة نحن سئمنا من الاتفاقيات والهدن التي يتم توقيعها بين هؤلاء في حي الشيخ مقصود وفي حلب عموما بين الوحدات الكردية وبين الفصائل المقاتلة وخرقهم لها ومن ثم معاقبة المدنيين بشكل جماعي. سوف أذكر لك على سبيل المثال وليس الحصر، الغرفة المشتركة لأهل الشام مع الوحدات الكردية وقعت اتفاق في نيسان 2014 وتم خرقه وتم معاقبة المدنيين مرة أخرى من الطرفين. بعدها تم توقيع اتفاقية الجبهة الشامية مع وحدات الحماية الكردية الشعبية في شباط 2015. بعدها تم توقيع اتفاقية مع غرفة
عمليات لبيك يا أختاه مع وحدات الحماية الشعبية في أيار 2015. بعدها تم توقيع اتفاقية غرفة عمليات فتح حلب مع الوحدات الكردية في أيلول 2015. بعدها تم توقيع اتفاقية غرفة عمليات فتح حلب مع الوحدات الكردية في ديسمبر 2015، أي قبل 3 أشهر. وجميع هذه الاتفاقيات لا يجعلون لأحد حق المساهمة في رعايتها، سواء كانت المعارضة السياسية الممثلة بالائتلاف أو غيرها، ولا حتى المجلس الوطني الكردي. يعني هؤلاء يقومون بتوقيع هذه الاتفاقيات ومن ثم ينقضونها ويعاقبون المدنيين من الطرفين، ويسقط جرحى وقتلى من الطرفين، ومن ثم يعودون إلى توقيع اتفاقيات. تساءلنا مرارا وتكرارا، حاولنا التواصل مع الأطراف المتشاحنة هناك، ولكن جميعهم لا يعطونا أي رد مقنع عن سبب توقيع هذه الاتفاقيات. عقدة يعني عقدة القصة أين؟ وهو بنتقل لك أستاذ حسن النيفي، يعني النقطة المتنازع عليها بالنسبة للطرفين، عم نحكي عن 5-6 هدن تقريبا تم إعلانها كل خلال السنتين الماضيتين لم يتم الالتزام بها. شو النقطة الأساسية اللي كل طرف يريد السيطرة عليها؟ مع تألمنا الشديد وأسفنا على أرواح الضحايا والشهداء، إلا أنني أقول لنتحدث بلغة الأحداث الواقعية بعيدا عن التحليلات السياسية. قوات حماية الشعب كما يسمونها ما كان لها لتتوغل في الأماكن التي تتواجد فيها اليوم، مثل حي الشيخ مقصود وأجزاء من الريف الشمالي بحلب، إلا تزامنا مع التقدم الذي أحرزه النظام على جبهة باشكوي خلال الشهرين الماضيين، وتزامنا مع القصف الجوي الروسي الذي وفر غطاء مناسبا لتقدم قوات الحماية. والآن قوات حماية الشعب بينها وبين النظام معبر يسمى معبر الجزيرة، يعرفه تماما سكان حلب، وهو يقع عند منطقة العوارض، ويتم من خلاله تزويد قوات حماية الشعب بالسلاح وبالذخيرة. ثم من جهة أخرى قوات حماية الشعب كلما شاهدت الثوار يواجهون معارك على جبهة ما، فإنها تسارع لاستنزافهم من الخلف. والجميع يعرف التقدم الذي يحرزه الثوار منذ 3 أيام في ريف حلب الجنوبي وفي ريف حلب الشمالي في مواجهة داعش، مما حدا بهم إلى محاولتهم لقطع طريق الكاستيلو. منذ 3 أيام يقوم النظام الأسدي بتمهيد جوي على طريق الكاستيلو. ليلة البارحة بالذات قام النظام بإلقاء 50 حمولة جوية ما بين قذيفة وما بين برميل، تمهيدا لتقدم قوات حماية الشعب لقطع طريق الكاستيلو. وبالفعل تقدموا إلى منطقة السكن الشبابي، ولكن تمكن الثوار من صدهم. يريدون أن يقطعوا الشريان الوحيد بين حلب والريف الشمالي لاستنزاف الثوار من الخلف. طيب إذا كان يعني طريق الكاستيلو هو يعتبر يعني عقدة المشكلة بالنسبة لي جميع الأطراف هناك، أود أن أسألك عن ما يتم الحديث عن وتداول استهداف المدنيين في حي الشيخ مقصود من قبل الفصائل المعارضة وليس من وحدات حماية الشعب. كما ذكرت في البداية، أنا بكل أسف وبكل ألم أترحم على أرواح الضحايا، وهؤلاء هم أهلنا. قتل المدنيين جريمة لا تغتفر من أي جهة كانت، ولكن نقول من كان السبب. يجب أن لا نتحدث دائما بلغة التعميم التي تضيع في تضاعيفها الحقائق، يجب أن نتحدث بلغة واضحة. هناك عدو هو النظام الأسدي، هذه الجهة قوات حماية الشعب تقوم بالتنسيق التام مع النظام، يقوم بتسويدها بالسلاح. لنتساءل، طالما طريق الكاستيلو هو الشريان الوحيد ومرصود تماما من كل الجهات، من أين لها قوات حماية الشعب بالعتاد الثقيل الذي تقاتل من خلاله لولا قيام النظام بتزويدها بهذه الكميات الهائلة من السلاح، بهذه الكميات الهائلة من الذخيرة؟ يجب أن نتحدث بدقة، أن نسمي الأشياء بمسمياتها. قتل المدنيين هو جريمة، لا نرضى، لا نسكت على الاعتداء على أي مدني، ولكن يجب أن تحاسب الجهة التي تقوم بالتنسيق مع النظام والاعتداء على الشعب السوري، وليس فقط على
سكان حي الشيخ مقصود. طيب أستاذ جيان عمر، معلومات مؤكدة تتحدث عن أنه لما بدت هاي الاشتباكات وحدات الحماية حماية الشعب الكردية منعت الأهالي من النزوح من حي الشيخ مقصود، كانوا يودون الخروج من هناك ولكنها منعتهم. يعني حابب بس أوضح نقطة صغيرة هنا، أنه ضيفك يقول بأن الوحدات تقوم بتنسيق عالي مع النظام. يا سيدي أنا بدي أجي أكثر معك، الوحدات الكردية هي جزء من النظام، لنفترض أنها جزء من النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي هو النظام بنفسه. فهل يجوز أن يتم بسبب بزريعة وجودهم مع النظام أن يتم قصف المدنيين بمدافع جهنم وبمدافع وصواريخ لا يمكن توجيهها بدقة وتصيب أهداف؟ يعني نحن رأينا فيديوهات حقيقة يقشعر لها البدن، يتم استهدافهم بصواريخ لا يمكن التحكم بها، تصيب المدنيين، تصيب الأطفال، تصيب الرضع، تصيب النساء. يعني الجيش الحر تأسس لغاية غرض حماية المدنيين. كيف يعني لنفترض أن النظام هو متواجد الآن في حي الشيخ مقصود، هل سوف يتم قصف المدنيين لمعاقبتهم بسبب وجود النظام فيها؟ أنتم بأنفسكم تقولون يا أخي الكريم أن وحدات الحماية تمنع الأهالي من الخروج، إذن هؤلاء الأهالي هم أسرى هناك، فهل يجوز أن نقوم بمعاقبة الأسرى فيها إذا كانوا هم دروعا بشرية؟ يعني هذا المنطق لا يجوز، وهذا يسيء إلى الثورة السورية في الحقيقة. هؤلاء الفصائل الذين يقومون باستهداف المدنيين يسيئون إلى الثورة السورية وإلى مبادئها وقيمها. الجيش الحر تأسس لحماية المدنيين وليس لقصفهم ومعاقبتهم. وهنا نقطة أساسية أريد أن أركز عليها، أنه حزب الاتحاد الديمقراطي لا يهمه حياة المدنيين. يعني إذا قامت هذه الفصائل بقتل 50,000 محاصر موجودين في حي الشيخ مقصود فهذا بالنسبة لها سواء. نحن رأينا في كوباني 400 قرية تم تدميرها، حتى مدينة كوباني تم تدميرها والتهجير أهلها بالكامل. ماذا أثر هذا على حزب الاتحاد الديمقراطي؟ على العكس تماما، تاجر بقضيتهم واستفاد منها إعلاميا وروج لنفسه. فهذا الحزب حينما تقومون بمحاربته أو تقومون بحل إشكالياتكم معه جنبوا المدنيين منهم. يعني لا علاقة للمدنيين، عليكم أن تروا طريقة. أنا لست محلل استراتيجي عسكري هنا، ولكن عليكم أنتم أن تبحثوا عن حلول لطريق الكاستيلو وليس تحميل المدنيين. يعني كما أقول لك أنا أؤكد من على قناة الأورينت، وأتمنى أن يصل صوتي إلى الفصائل التي تحارب هناك، بأن هذا القصف العشوائي لن يجدي نفعا مع حزب الاتحاد الديمقراطي. داعش هاجمت كوباني ودمرتها ولم يجدي نفعا، هم لديهم استراتيجية مدروسة، وكلما ازداد عدد الشهداء عدد الضحايا المدنيين يستفيدون منها في تجارتهم ويستفيدون منها لتأليب الشارع الكردي ضد المعارضة وضد الثورة. هم يستفيدون من هذه الحركات لإبعاد الكرد. يعني نحن في المجلس الوطني الكردي نستطيع لحد ما أن نقوم بضبط نعم. الشارع الكردي وتخفيف طيب الشحن الذي يتم شحنه فيه، ولكن لا نستطيع إلى النهاية. أود أن أسمع إذا كان لديك سيد النيفي أي تعليق على هذا الكلام. بالتأكيد أنا أتفق تماما مع ضيفك الكريم، وزيادة على ذلك أقول له إن هؤلاء الشهداء 17 الذين استشهدوا في حي الشيخ مقصود هم مثلهم مثل أيضا ننظر إليهم تماما كالشهداء أو كمئات الشهداء الذي استهدفتهم قوات حماية الشعب في قرى وبلدات الريف الشمالي، والقسم الأكبر الذين شردتهم وما زالوا عالقين على المعابر. نحن دائما نقول استهداف المدنيين هو جريمة كبرى، حتى كما قال ضيفك حتى ولو كان النظام موجود في الشيخ مقصود فلا يجوز استهداف المدنيين. ولكن إذا جئنا لحل المشكلة يجب ألا نتحدث بلغة التعميم. يعني قوات حماية الشعب هي المسؤولة، كيف يتم التصرف معها؟ يجب أن يعلم الجميع وتعلم جميع القوى الوطنية الشريفة التي نحترمها، القوى الوطنية الكردية السورية التي هي جزء من الثورة والتي نعمل سويا من أجل مستقبل سوريا الحرة الديمقراطية لكل مكوناتها. يجب أن نشير جميعا إلى مكمن الخلل ليتم معالجته. شكرا لك حسن النيفي، كاتب ومحلل سياسي من غازي عنتاب عبر الأقمار الصناعية، وأشكر جيان عمر المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا من برلين على هذه المشاركة. نختم حلقة اليوم بلقطة من برنامج تلفزيوني إسباني استطاع إيصال صور للاجئين بطريقة مبتكرة. إلى اللقاء.